أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. قصتنا اليوم بعنوان ابنة الراعي والأمير، وهي من القصص الخيالية. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، عاش راع للغنم وزوجته في أحد الأودية مع قطيع صغير من الغنم يرعيانه في الأرض المعشبة حولهما، ويقتاتان لحوم المعز ويشربان من ألبانها، ويتخذان كوخا صغيرا مسكنا لهما صنعاه من أغصان الأشجار وسعف النخيل، وكسياه من جلود المعز ووبر الشياه، وكانا قانعين بما أسبغه الله عليهما من رزق. وحملت زوجة الراعي فابتهلت إلى الله أن يكون المولود ذكرا صحيح البدن ليرعاهما في كبرهما ويؤانسهما في وحدتهما، وأنجبت زوجة الراعي طفلة جميلة وجهها منير، ولها بشرة بيضاء وذات شعر أسود فاحم، وعيناها خضراوان تلمعان كأنهما نجمتان متلألئتان أو قطعتان من الماس. ابتهج الراعي وزوجته بالابنة التي وهبها الله إياهما، وأسمياها نور العيون من ألق عينيها وبهاء محياها، وتعهداها بالرعاية والعناية، وكان كل من يرى نور العيون يهتف إعجابا، ما أجملها من فتاة وما أبدع صنع الله، إن لها أجمل عينين في الدنيا. أتمت نور العيون العام الأول من عمرها، وذات يوم خرجت امرة الراعي إلى زوجها صارخة باكية: أدركني أدركني يا زوجي العزيز، ما أعظم مصيبتنا وما أكبر بلوانا وما أسوأ مصير ابنتنا. سألها الراعي فزعا: ماذا حدث يا زوجتي؟ لماذا تصرخين وتبكين هكذا؟ قالت المرأة باكية: إنها ابنتك نور العيون ذات العينين الخضراوين، إنها عمياء ولم أكتشف ذلك سوى الآن، إنها لا تبصر شيئا حولها. صدم الراعي وأسرع إلى طفلته الصغيرة، وكانت راقدة في فراشها ساكنة صامتة وهي تتطلع بعينيها الجميلتين إلى سقف الكوخ دون أن تحركهما. حمل الراعي ابنته ولوح بيده أمام عينيها فلم تطرف لها عين أو يبدو على صاحبتها أنها تبصر بها، فتأكد للراعي أن ابنته ولدت عمياء، وإن لم يلاحظ ذلك هو وزوجته إلا متأخرا. وبكى الرجل وتساقطت من عينيه دموع حارة غزيرة، واعتصر الحزن قلبه، فرفع يديه مبتهلا إلى الله مناجيا: إلهي، لقد كانت نور العيون هبتك لنا، فإنك جل جلالك من منحتها جمال العينين وحرمتها في الوقت ذاته نعمة البصر، فلتشملها برحمتك وعنايتك يا أرحم الراحمين. وبكت زوجته قائلة: لقد تمنينا على الله ابنا أو ابنة يؤنس وحدتنا ويكون سندنا في كبرنا، فوهبنا الله طفلة سوف تحتاج لمن يرعاها مهما كبرت، فالضرير في حاجة إلى من يمد له يد المساعدة والعون مهما تقدمت سنه. وعندما علم الأقارب والجيران بأن نور العيون ضريرة ظهر الحزن عليهم، وذرفوا الدموع الغزار
وهم يتعجبون. ما أغرب الأمر، طفلة لها أجمل عينين في الدنيا ولكنها لا تبصر بهما، سبحان الله. ومرت الأعوام ونمت نور العيون حتى صار عمرها 7 سنوات دون أن تبرح كوخ والديها، وكانت كلما أرادت الخروج منعها والدها خوفا عليها، فكانت تنتحب في صمت وتجلس في الكوخ وحيدة حزينة. وذات يوم همس الراعي لامرأته قائلا: أي زوجتي العزيزة، إننا لا نعلم متى تدركنا المنية، فقد تكون اليوم أو غدا أو بعد غد، فعندئذ نكون قد ظلمنا ابنتنا وأشقيناها من حيث لا ندري، فمن الواجب علينا أن نعلمها كيف تعتمد على نفسها، فإن كان الله قد خلقها لا تبصر لحكمة لا ندريها، فهو قد منحها حواس كثيرة غير عينيها، وعليها أن تنمي قدراتها للاستفادة منها حتى يأتي اليوم الذي تستطيع فيه الاعتماد على نفسها، لأننا لن ندوم لها طوال العمر لنرعى شؤونها. أمنت زوجة الراعي قائلة: معك الحق، كل الحق يا زوجي العزيز، وإني لأتعجب كيف لم أفكر في هذا الأمر من قبل. سأعمل من الآن فصاعدا على أن أجعل نور العيون فتاة جديرة بالاعتماد عليها من كل شؤونها وشؤوننا. وذهبت إلى ابنتها في الحال وبادرتها قائلة: أي بنيتي الغالية، ستعتمدين من الآن فصاعدا على نفسك، وعليك أن تبذلي جهدك في التعلم والتدرب وتعوضي من ظلام عينيك بنور قلبك. وسحبت ابنتها نور العيون إلى الخلاء، وكانت المروج الخضراء تحيط بهما من كل جانب، وقد هلت بشائر الربيع فصفى الجو وتفتح الزهر وانطلقت الأغنام والشياه ترعى في كل مكان. ووقفت نور العيون مبتهجة وسط المروج وهي تستمع ثغاء الشياه، فسألت أمها: ما هذا الصوت الذي أسمعه يا أمي؟ أجابتها أمها: إنها أصوات الشياه، في الشياه تثغو والكلاب تنبح والذئاب تعوي والأبقار تخور والديوك تصيح والحمام يهدل والعصافير تشقشق، فلكل مخلوق حي صوت خاص به، وعليك تمييز الأصوات من الآن حتى تستطيع التعرف على المخلوقات والناس من خلال أصواتهم. واشتمت نور العيون رائحة ذكية، فسألت أمها: ما هذه الرائحة الطيبة التي أشم يا أمي؟ أجابتها الأم: إنها رائحة الورد، وكل نوع له رائحة خاصة به يمكن تمييزه منها، وكذلك لكل وردة أو زهرة شكل مختلف عن الآخر. سألت نور العيون: وما هو شكل الورد؟ أجابتها الأم: إنها ذات أشكال مختلفة، وكلها ذات ملمس رقيق ناعم، منها ما هو قليل الأوراق، ومنها ما هو كثير، ومنها أحمر اللون، ومنها ما هو أبيض أو أصفر. سألت نور العيون: وما الفرق بين اللون الأحمر والأبيض والأصفر، وكيف يمكنني أن أميز بينها؟ أجابت الأم: إن اللون الأحمر يشبه لون الشفق وقت الغروب، أما اللون الأبيض فهو يشبه الفجر عند بزوغه، واللون الأصفر هو لون الشمس عند الأصيل. فاضت الدموع من عيني نور العيون وقالت منتحبة: ولكني لا أعرف شكل الشفق، ولا كيف يبدو الفجر عند بزوغه، ولا هيئة الشمس عندما تتوسط السماء، إنني لا أعرف أبدا كيف تبدو الألوان على حقيقتها. أفعم الحزن قلب الأم وأدركت أنها مهما حاولت الوصف فلن تستطيع أن تجعل ابنتها تدرك تفاصيل أشياء لا تراها، فقالت لها مواسية: أي بنيتي،
إنما لا تستطيعين رؤيته بعينيك، يمكنك أن تدركيه وتعرفيه بقلبك. فعندما تحسين بأشعة الشمس قاسية ساخنة حولك، فاعلمي أنها تتوسط السماء متوهجة، وأنها تبدو في كبد السماء كقرص ملتهب. حينها يكون وقت منتصف النهار. وعندما تنكسر حدة الشمس وتحسين بلطف الجو وتسمعين أصوات الحيوانات ورعاتها يسوقونها عائدة إلى حظائرها، فاعلمي أنه وقت الشفق قبل حلول المساء، وأن السماء تخضبت باللون الأحمر القاني، وأن الشمس موشكة على الغروب. أما حين تستيقظين في الصباح الباكر على صياح الديوك حادا عاليا لا يشاركها فيه صوت إنسان أو حيوان، فاعلمي أن الفجر قد بزغ، وأن الدنيا قد تكللت بأنواره الفضية، وأن الشمس هي أيضا توشك على الشروق. عندها يستيقظ الناس من رقادهم ويتوجهون إلى أعمالهم. ابتسمت نور العيون وقالت مبتهجة: الآن أستطيع أن أعرف ما هي الشمس ومتى يبزغ الفجر وكيف يكون الشفق، ويمكنني أن أتخيل كيف تكون ألوانها. قالت الأم: فلتمكثي هنا يا ابنتي، ريثما أذهب إلى والدك فأساعده في إعادة الأغنام لحظيرتها، فقد أوشك الليل أن يخيم على المكان. ويممت الأم صوب زوجها فقادا الأغنام إلى حظيرتها، ومكثت نور العيون واقفة تحس الأشياء والأحياء بقلبها وتميزها بعقلها، وتتسمع أصوات الحيوانات والطبيعة حولها، وتشم الطيبة من كل الألوان. وفجأة عوى ذئب عجوز قريب عندما رأى نور العيون وحيدة، فصرخت مذعورة، وقد أدركت من صوته المخيف أنه حيوان مفترس يوشك على الانقضاض عليها، ولم يكن ثمة أحد قريب ليرد عنها هذا الحيوان المفترس. فبكت نور العيون وهي تسمع عواء الوحش الذي هم بالاندفاع نحوها ليفترسها، وهي لا تستطيع الدفاع عن نفسها، وما من سبيل إلى الهروب من وجهه. وفجأة نبح كلب القطيع واندفع مهاجما الذئب، فأنشب فيه مخالبه وعقره بأنيابه الحادة، فعوى الذئب متألما وفر هاربا. اقترب الكلب الوفي من نور العيون وأخذ يتمسح بها، فاحتضنته وربتت عليه شاكرة، وهي تقول: لقد أنقذتني من هذا الذئب أيها الكلب الشجاع، وكنت خير مثال للوفاء، لذلك ستكون صديقي من الآن فصاعدا، ولن نفترق أبدا. هرع الراعي وزوجته إلى نور العيون بعد أن سمعا عواء الذئب، وخشيا أن يكون قد أصابها بسوء، ولكنها طمأنتهما وأخبرتهما بإنقاذ الكلب لها، فحمدا الله وعادوا جميعا إلى كوخهم وتناولوا عشاءهم مغتبطين. ومنذ ذلك الحين اعتادت نور العيون أن تخرج إلى المروج القريبة في صحبة والديها والكلب المخلص، فيرعوا الغنم في المناطق المحيطة، فإذا ما صادف نور العيون خطر كأن يكون ثمة جرف هار أو منحدر توشك أن تسقط فيه، أو أن تكون ثمة ترعة أو جدول يعترض طريقها، ينبح لها هذا الكلب محذرا. فتعرف نور العيون أن ثمة ما يعوقها، فتغير طريقها أو يقودها كلبها نابحا ليرشدها إلى طريق آمن. ولكن والدتها كانت تحثها قائلة: عليك بالاعتماد على نفسك اعتمادا تاما، فربما يجيء وقت لا يكون فيه هذا الكلب بجوارك ولا والداك، ولذلك يجب أن يكون اعتمادك على نفسك كاملا. فإذا كان الله قد حرمك من نعمة البصر، فقد وهبك حواس أخرى يمكنك بها
أن تعوضي إظلام عينيك. وبدأت الأم تدرب ابنتها على استخدام أذنيها في التعرف إلى كل ما حولها من أصوات، فللطبيعة أصواتها وكذلك للحيوان والطير، فصارت نور العيون خبيرة بأصوات الحيوان من ثغاء أو نباح أو خوار، وغدت تعرف نوع الحيوان من صوته أو وقع أقدامه على الأرض، فللجواد وقع خاص لحوافره على الطريق، يختلف عن خطوات الأبقار أو الحمير أو الكلاب وغيرها من الحيوانات. كما صارت نور العيون تميز شخصيات من حولها عن طريق أصواتهم، وغدت أيضا عالمة بأنواع الطيور من أصواتها، سواء كان صياحا أو نعيقا أو تغريدا أو هديلا، فتعرف صاحب الصوت ونوعه بمجرد سماع صوته، وصارت عليمة بظواهر الطبيعة حولها، ويمكنها أن تحس الرياح والزوابع قبل أن تهب، وتتنبأ بالعواصف قبل أن تثور، من مقدمات أصواتها التي تسبقها دائما. ومرنتها أمها أيضا على أن تستخدم حاسة الشم في التعرف إلى الكائنات والطبيعة والأشياء حولها، فعلمتها أن لكل زهرة أريجها ولكل فاكهة رائحة خاصة، وأن كل إنسان أو حيوان له رائحة مميزة أيضا، وحتى الجو، وحتى الجو المحيط بها له رائحة خاصة تتغير بتغير الأوقات، ففي الصباح يكون الجو نديا بأريج لطيف، وفي وسط النهار يمتلئ بروائح الحيوانات والناس الذين انطلقوا إلى أعمالهم، وفي المساء تشيع في الجو رائحة الغسق وبرد الليل. فصارت نور العيون تستدل على الوقت من أريجه، بل وتعرف أن السماء ستمطر قبل سقوط المطر، وذلك من خلال رائحة الجو المشبعة بالندى وبخار الماء ومن درجة الحرارة حولها، وتعرف بمقدم الربيع من أريج الأزهار التي أوشكت على التفتح، وبقدوم الخريف من جو الجفاف المحيط به وأصوات سقوط أوراق الأشجار اليابسة وتكسرها تحت قدميها. وأيضا دربتها أمها على استخدام حاسة اللمس في تمييز الأشياء المحيطة بها، فبدأت في التعرف إلى الطبيعة حولها وصحيبتها أمها في أرجاء هذه الأرض المحيطة بهما، ما بين طرق عشبية أو صخرية ورملية أو أنهار وجداول مياه، فصارت نور العيون تميز كل الأماكن حولها من لمس قدميها للأرض تحتها، فتعرف في أي مكان تكون وما هي سبيل العودة إلى منزلها وأي طريق تسلك دون حاجة لمرشد أو دليل. وذات صباح أرادت نور العيون أن تستكشف التل القريب الذي يتسم بشدة الانحدار، ولكن والدتها حذرتها قائلة إن تلك المحاولة شديدة الخطورة، فحتى المبصرون يخشون من ارتياد التل وارتقائه لأن صخوره ملساء ومزالقه عديدة، وقد هوى كثيرون أثناء محاولتهم صعوده ودقت أعناقهم في الحال. ولكن نور العيون قالت لأمها قد تضطرني الظروف يوما إلى ارتقائه، فدعيني يا أمي أستكشفه وأحفظ دروبه ومسالكه وصخوره، وأيقني من أنني سأكون شديدة الحذر في ذلك. وافقت أمها على مضض، وصارت تصحبها إلى التل وتصعد بها إلى قمته في حذر شديد مرات عديدة، ونور العيون تتحسس كل صخرة ونتوء فيه، حتى ارتسمت في ذاكرتها خريطة كاملة لكل صخرة في ذلك التل المنحدر، وصارت بارعة في الصعود إلى قمته والهبوط إلى سفحه دون خطورة، بل واهتدت إلى نفق سري من صنع الطبيعة داخل هذا التل يؤدي إلى قصر الأمير
المقام فوقه. وكانت الأم تنصح نور العيون بقولها: عندما تعجزك حواسك عن التعرف على ما حولك وتصيبك الحيرة، فعليك باللجوء إلى عقلك وقلبك لكي يدلاك على التصرف الصائب. ومرت السنوات حتى أوشكت نور العيون أن تتم عامها 20، وتقدم العمر بوالديها، فصارت ابنتهما ترعى كل شؤونهما وتلبي كل احتياجاتهما من نظافة ومأكل وملبس، بعد أن غدت ماهرة في كل تلك الأشياء، كما صارت ترعى الغنم وحدها مع كلبها. فإذا ما شردت إحدى الأغنام أعادتها نور العيون إلى القطيع بعد أن تعرف مكانها من رائحتها أو صوتها، وإذا ما اقترب أحد الذئاب اشتمت رائحته وتسلحت بعصا غليظة لتصده إذا ما حاول إيذائها أو اختطاف أحد أفراد القطيع، حتى خشيتها الذئاب وابتعدت عن قطيعها لكثرة ما ذاقت من ضربات عصاها. وكلما وقعت أبصار الناس على كل تلك المهارات التي ظهرت بها المبصرين، رددوا في تعجب ودهشة بالغين: ما أعجب ذلك، إن الله لا حدود لقدرته، ويضع سره في أضعف مخلوقاته. واشتهرت نور العيون بمهارتها في رعي الأغنام في كل دروب الوادي، فهي تعرف أماكن الكلأ الوفير ومنابع الماء النمير، وصارت خبيرة بأرض الوادي كلها، فتعرف أين تقع الأماكن المنحدرة أو السهول المنبسطة، وأين مكان منطقة الصخور والرمال المتحركة التي تبتلع أي إنسان بداخلها، وغدت تشق طريقها أفضل من أي إنسان يبصر بعينيه. فسعد والداها وحمدا الله أن غدت ابنتهما قادرة على الاعتماد على نفسها بلا معاونة، بل كانت هي التي تقدم المساعدة للآخرين. وذات يوم سمعت نور العيون صهيل خيول تأتي من بعيد، تدق الأرض بحوافرها وتجري فوق الرمال مسرعة، فيسمع صليل أسلحة راكبيها ونفير الموكب يفسح الطريق أمام القادمين، فأدركت أن راكبي الخيول من الجنود والمحاربين، وأن القادم لابد أن يكون أميرا عظيما. سألت نور العيون أمها عن هوية راكبي الخيول، فأجابتها بأنهم جنود وفرسان أمير البلاد، وأنهم يستعدون لحفل عظيم بمناسبة انتصار أمير البلاد على الأعداء انتصارا ساحقا، ورجوعه غانما مظفرا، وسوف يدعو إلى حفله كل رجالات الدولة والنبلاء والأميرات والأمراء وأبناء العائلات الكريمة من كل الممالك المجاورة. قالت نور العيون بشوق: صفي لي الأمير يا أمي. قالت الأم: إنه شاب لا مثيل له في طول البلاد وعرضها، فهو ممشوق القد قوي الساعد، وهو أشجع الشجعان، إذا لقي الأعداء دحرهم مهما زاد عددهم، وهو وسيم الطلعة بهي المحيا، كأنه الشمس المشرقة أو القمر المنير. فاضت عينا نور العيون بالدمع وهي تردد: ما أبدع هذه الصفات، ما أجمل الأميرة كما وصفته يا أمي. وانصرفت محزونة إلى كوخها والدموع تنهمر من عينيها، وقالت تحدث كلبها حديثا ذا شجون: آه يا صديقي، لو لم أكن فتاة فقيرة عمياء لدعاني الأمير إلى حفله كما دعا الأميرات وأبناء العائلات الكريمة، ولكن من كانت مثلي لا يمكن لأمير أن يدعوها إلى حفله. وفاضت عيناها الخضروان بالدمع الغزير، فتألقتا كأنهما درتان أو نجمتان، فزقزقت العصافير القريبة في شجن، وهدل الحمام بصوت حزين شجي، وحتى الكلب الوفي نبح بصوت متقطع
كأنه الأنين. وعند الغروب بدأت تهل مواكب النبلاء والأميرات صوب قصر الأمير الذي يقع فوق التل القريب، وارتدت كل أميرة ثيابها وتحلت بأغلى حليها وتعطرت بأذكى عطورها، فبدت كل منهن كالوردة الناضرة الفواحة أو النجمة المتألقة الساطعة. واشتمت نور العيون أريج الأميرات الحسناوات وبنات العائلات الكريمة، وسمعت ضحكاتهن فعرفت أنهن يقصدن قصر الأمير مع ذويهم داخل العربات التي تجرها الخيول المطهمة لحضور الحفل. وصاحت إحدى الأميرات في نور العيون حين رأتها تقترب منها: ابتعدي أيتها الفتاة كي لا تدهمك عربتي فتؤخريني عن الذهاب إلى حفل الأمير. رنت نور العيون إلى مصدر صوت الأميرة ولم تعقب بشيء، وتأملت الأميرة نور العيون بدهشة وسألتها: ولكن من أنت أيتها الفتاة؟ ولما تنظرين إلي هكذا بمثل هذه النظرات؟ أجابها سائق عربتها: إنها فتاة ضريرة يا سيدتي، وتدعى نور العيون. ضحكت الأميرة بسخرية وقالت: فتاة عمياء واسمها نور العيون، هذا أعجب ما سمعت ورأيت. وأطلقت ضحكة ساخرة مجلجلة وهي تضع يدها على عقد اللؤلؤ الأسود النادر النفيس الذي يزين جيدها، فضحكت باقي الأميرات الحسناوات ساخرات، وابتعدن بعرباتهن حتى لا يتأخرن عن موعد حفل الأمير. ترقرقت عينا نور العيون بالدموع فتألقتا بالنور كأنهما نجمتان تشعان في الظلام، ثم قالت تحادث كلبها: ما رأيك يا كلب العزيز؟ إنني أريد أن أشهد حفل أمير البلاد في قصره المقام فوق التل. نبح الكلب كأنه يستفسر عن كيفية مشاهدة الحفل وهي ليست مدعوة، فأجابته نور العيون: سوف نتسلل إلى القصر عن طريق نفق في التل يؤدي إلى سرداب داخل القصر لا يعرف أحد بأمره، فقد اكتشفته مصادفة عندما كنت أرتقي التل ذات يوم. وهكذا يا كلب العزيز تراني مصرة على الذهاب إلى هناك، فإني أتوق إلى حضور الحفل، وإن لم تكن لي عينان لأرى الأمير فسوف أكتفي بسماع صوته، فلا بد أن له صوتا رخيما ساحرا. وهذا شيء طبيعي لمن هو في مثل شجاعته وقوته وذكائه وحكمته. نبح الكلب كأنه يوافق نور العيون على ما تقول، وسار الاثنان صوب التل حيث يقع قصر الأمير وتؤدي إليه درجات نحتت في التل. وهبط المساء على المكان وحلت العتمة في كل الأرجاء، ولكن نور العيون لم تكن بحاجة إلى الضوء لتعرف طريقها، فقد كانت عليمة بمسالك الطريق كأنها تراها ويمكنها السير فيها بلا مشقة أو دليل، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا. وبلغت نور العيون وكلبها قمة التل العالي الذي يقع قصر الأميرة فوقه، وكان الوصول إلى فتحة السرداب في منتصف التل يتطلب صعودا حذرا لانحدار التل وصعوبة صخوره وعورتها والظلام المحيط بالمكان، ولكن نور العيون لم تخش أيا من كل ذلك لحذقها في معرفة تفاصيل المكان ودربتها على صعود وهبوط التل من قبل مرارا وتكرارا حتى حفظت موضع كل صخرة فيه. التفتت نور العيون لكلبها وخاطبته محذرة: انتبه في صعودك، وإلا زلت قدمك أو جرح بدنك، إننا لسنا من المدعوين لحفل الأمير ولذا لا نستطيع اجتياز الطريق الآمن
من فوق الدرجات التي يستخدمها الأمير وضيوفه لصعود التل من الأمام، حتى يكون فرسان الأمير وحاشيته في استقبالنا وتحيتنا. أجابها هذا الكلب نابحا، كأنما يحذرها هو الآخر من الشيء نفسه وأن تكون في ذلك مثله. واستطاع الاثنان ارتقاء التل من الناحية الخلفية بلا مشقة، حتى وصلا مدخل النفق المؤدي إلى سرداب القصر، فزحفا فيه وسط الظلام حتى بلغا مدخل القصر، وتناهت إلى أسماعهما أصوات الاحتفال من الداخل وحديث الفرسان والنبلاء وكبار رجال الدولة، وسمعت نور العيون ضحكات الحسناوات وأصوات وقع عالهن على الأرض وحفيف أثوابهن الغالية على البسط والفرش، واشتمت عبير عطورهن الثمينة يصبح في المكان، واستطاعت أن تحصيهن دون مشقة وأن تقدر عمر كل واحدة من رنين صوتها. اقتربت نور العيون من قاعة الاحتفال وكانت مضاءة بألاف المشاعل والشموع التي أحالت المكان إلى نهار، والخدم يحملون الشراب والعصائر وماء الورد ويمرون بها بين الحاضرين. رنت نور العيون بعينيها من بين ستائر الباب، فأدركت كل ما يدور في القاعة بعقلها وإحساسها، وهمست لكلبها: إني أشعر بكل ما يجري هنا وأستطيع أن أصفه لك، فهذه القاعة فسيحة للغاية لاستيعابها كل هذا الكم المحتشد واختلاط الأصوات الكثيرة ببعضها بعضا، وهي مضاءة بشموع ومشاعل هائلة، وهذا ما يدل عليه الوهج الشديد الذي أشعر به يلف المكان. ولا بد أن الخدم يقومون بتوزيع أقداح الشراب على المدعوين والمدعوات، فهذا ما تقتضيه أصول الضيافة لأمير كريم، كما أنني أشم رائحة العصائر الفاخرة. وفجأة ساد الصمت المكان حين هل أمير البلاد، فصمت الحاضرون إجلالا وامتنعت أصواتهم، والتفتت نور العيون إلى كلبها وقالت هامسة: لابد أن الأمير دخل القاعة، فمثل هؤلاء الأثرياء والنبلاء لا يصمتون إكبارا إلا إذا حل بالمكان من هو أعظم منهم شأنا. وسمعت نور العيون صوت الأمير وهو يقول: مرحبا بالحاضرين من الأمراء والنبلاء والأميرات الحسناوات. اهتزت نور العيون عند سماعها صوت الأمير، فقد كان صوتا قويا يشي برجولته وشجاعته واعتزازه بنفسه، كما كان هدوء نبراته ووضوحها يدلان على كمال أخلاقه وحكمته واعتداده بنفسه. وترقرقت الدموع في عيني نور العيون، وهز صوت الأمير كيانها، فقالت لنفسها: إن صوت الأمير ينبئ بما تخيلته فيه شابا يافعا حكيما، ليتني أستطيع أن أبصر فأراه. وفجأة لمحت إحدى الأميرات نور العيون، وكانت هي نفسها التي صادفتها في الطريق ذات عقد اللؤلؤ الأسود، فصاحت فيها غاضبة: أيتها العمياء، هل بلغت بك الجرأة حضور حفل الأمير بدون إذنه؟ وكيف سمح لك حراس القصر بالدخول؟ جفلت نور العيون عند سماعها صوت الأميرة الحسناء، وولت مدبرة وكلبها خلفها نحو فتحة السرداب الخفي، وصاح قائد الحراس في جنوده: اقبضوا على تلك المتسللة واسجنوها، فلعلها جاءت لإيذاء الأمير. اندفع الجنود خلف نور العيون، ولكنها سبقتهم مع كلبها واجتازت السرداب الخفي الذي لا يعلم بأمره أحد، وتمكنت من مغادرة القصر دون أن يلحق بها جنود الأمير أو يعرف كيف تسللت إلى المكان
وكيف خرجت منه. وهبطت نور العيون التل وهي تجهش بالبكاء، وقالت لنفسها من خلال دموعها: إنني لست سوى راعية غنم فقيرة عمياء، وليس لي الحق حتى في رؤية الأمير أو حضور حفله. وزاد نحيبها وارتجف كل بدنها من فرط حزنها، وجلست فوق صخرة أسفل التل وبجوارها كلبها، وقد ساد الصمت الحزين المكان، وكأن كل الكائنات تشاركها مشاعرها الشجية. وإن هي سوى لحظات حتى سمعت نور العيون أصواتا بعيدة مكتومة، أصوات جياد ربطت حوافرها بالقماش حتى لا يكون لواقعها دوي، وكممت أفواهها حتى لا يكون لصهيلها صوت، وأخفى راكبوها أسلحتهم في صدورهم حتى لا يكون لقعقعتها رنين. ولكن نور العيون استطاعت سماع الأصوات الخافتة المكتومة رغم كل الاحتياطات التي اتخذها أصحابها لسمعها الحاد وقدرتها على تمييز الأصوات مهما ضعفت وخفتت. واقتربت الجياد براكبيها في سكون، وكان عددهم ضخما يزيد على الألف، وقد استعدوا بكل الأسلحة والعتاد واتشحوا بالملابس السوداء لا يبين منهم شيء في الظلام، واقتربوا متسللين لا يشعر بهم إنسان، وتحدثوا همسا كي لا يسمعهم مخلوق. وهمس زعيم المتسللين بصوت خفيض: حاصروا التل من الأمام، وامنعوا صعود أو هبوط أي كائن حتى نقبض على الأمير وكل قادته وعظماء بلاده وفرسانه وهم محاصرون في قصره، ومن حاول منهم النزول لملاقاتنا صرعته سهامنا قبل سيوفنا، فنحن أسفل التل في موقع أحصن. والأمير وكل رجال دولته وفرسانه في القصر أشبه بالفأر الذي وقع في فخ أو مصيدة. قال أحد الجنود: إنها لفكرة رائعة أيها الزعيم، فقد أغرينا الأمير بتظاهرنا بالهزيمة والانسحاب أمامه، فعاد منتشيا مسرورا بالنصر، في حين زحفنا نحن وعبرنا حدود البلاد في خفية ودون أن يشعر بنا إنسان لنحاصر الأمير في قصره وهو يحتفل بنصره، فنأسره أو نقتله هو وكل فرسانه ورجال دولته، ونستولي على البلاد وننهب كل خيراتها ونذيق أهلها من العذاب ألوانا دون أن يجرؤ إنسان على الوقوف في مواجهتنا. تراجعت نور العيون مذهولة من هول ما سمعت، وعرفت أن أولئك المتسللين من الأعداء قد خدعوا الأميرة بحيلة ماكرة بعد تظاهرهم بالانسحاب أمامه ثم تسللهم إلى داخل البلاد لحصاره، وأنهم موشكون على أسره وقتله هو وكل رجال الدولة ونبلائها وفرسانها بعد حصارهم في القصر فوق التل. فإن لم ينتبه الأمير لما يدبره الأعداء فإنه هالك لا محالة. همست نور العيون لكلبها وقالت: لنحذر الأمير من الخطر الداهم المحدق به، إنه لمن حسن الحظ أن الظلام لم يكشفنا لهؤلاء الأعداء وأعمى عيونهم عنا، في حين أننا كشفناهم وسمعناهم، ولكن حذاري من النباح وإلا عرفوا مكاننا. وتسللت نور العيون في خفة الطير وسرعة الريح وخلفها كلبها، وتسلقات تل من الخلف صاعدين مرة أخرى إلى النفق دون أن ينتبه لهما الأعداء لدرايتهما التامة بالمكان. وصلت نور العيون وكلبها إلى فتحة النفق فزحفا داخل السرداب المؤدي إلى القصر، وكان جنود الأمير قد انصرفوا عن الحراسة
دون أن يكتشفوا فتحته الخفية بعد يأسهم من العثور على نور العيون. تسللت نور العيون عبر السرداب ووقفت في نهايته تتنصت، ولكنها لم تسمع صوت إنسان، فأمنت واطمأنت واتجهت إلى قاعة الاحتفال، وكان الصخب والضجيج فيها يصمان الآذان، والجميع في حبور وهم يتناولون الطعام غافلين عما يتربص بهم من أخطار. سمعت نور العيون وقع الملاعق والكؤوس على الصحون وصوت الأفواه وهي تأكل وتشرب، فقالت لكلبها هامسة: إن الجميع يأكلون ويشربون وهم منشرحون، فيجب ألا نعكر صفوهم بإبلاغهم الأنباء السيئة، ولننتظر حتى يفرغ الأمير من تناول طعامه ثم نقم بتحذيره، فإن إخبار الناس بالأمور السيئة وهم يأكلون أمر لا يليق. وفجأة لمح قائد الحرس نور العيون وهي مختبئة خلف الستائر في مدخل القاعة، فاقترب منها محاذرا ليقبض عليها، ثم أمسك بمعصمها وصاح فيها: لقد قبضت عليك أخيرا أيتها المتسللة، ولسوف يكون مصيرك أسوأ مصير. وحين سمع الحضور صياح قائد الحرس التفتوا بدهشة فشاهدوا نور العيون وهي تحاول التخلص من قبضة القائد، وصاحت الأميرة ذات عقد اللؤلؤ الأسود: إنها الفتاة العمياء، يا للفتاة البائسة التي تصر على حضور حفلات الأمراء وإفسادها، فلتضعها في السجن أيها القائد عقابا لها على ما فعلت. أوشك قائد الحرس أن يطيع أمر الأميرة، غير أن إشارة الأمير كفنه عن أن يفعل. نهض الأمير من مقعده واقترب من نور العيون وتأمل وجهها الجميل وعينيها الخضراوين وسألها متعجبا: أصحيح أنك لا تبصرين أيتها الفتاة رغم سحر عينيك اللتين لا مثيل لروعتهما؟ أحنت نور العيون رأسها إجلالا واحتراما وقالت: مولاي الأمير، إنها إرادة الله الذي لا راد لقضائه، فلا تتعجب، ففي أحيان كثيرة تواجهنا أمور نعيا عن إدراك الحكمة في قضاء الله فيها. سألها الأمير: وكيف عرفت أنني الأمير دون أن تريني أو يخبرك بذلك إنسان؟ أجابته نور العيون: إن صوتك يا سيدي يشي بأنك الأمير، وأيضا فإنك حين تحدثت صمت الجميع، والناس لا يصمتون احتراما إلا عندما يتحدث الأمراء والعظماء. فتعجب الأمير من حدة ذكاء نور العيون ودقة ملاحظتها. أضافت نور العيون في اضطراب: مولاي الأمير، إن ثمة خطرا عظيما يتربص بك أسفل التل، فأعداء البلاد يحاصرون المكان وهم مدججون بالسلاح ويعتزمون قتلك وكل عظماء الدولة وفرسانها متى انتهت الحفل وهم الجميع بالانصراف. سألها الأمير بدهشة: هل تقولين الأعداء؟ ولكنني قضيت على أعداء البلاد وبددت شملهم وانتصرت عليهم انتصارا ساحقا. ردت نور العيون: لقد تظاهروا بالهزيمة أمامك أيها الأمير حتى يتمكنوا من خداعك وعبور الحدود ونقاط التفتيش بسهولة، فيحاصر قصرك بكل من فيه، وقد احتاط هؤلاء الأعداء الماكرون للأمر، فربطوا أفواه جيادهم حتى لا يكون لصهيلها صوت، وأخفوا أسلحتهم في صدورهم حتى لا يكون لقعقعتها رنين ينم عليها، وساعدهم انتشار الليل وخبث تدبيرهم على عبور نقاط الحراسة والتفتيش دون أن يحس بهم إنسان. إنهم قوم ماكرون لم يقدروا على مواجهتك وهزيمتك في شجاعة، فلجأوا إلى الحيلة الدنيئة.
ازدادت دهشة الأمير وسألها: ولكن كيف عرفتي كل ذلك دون أن تشاهديه؟ أجابته نور العيون: لقد سمعتهم حين قدومهم يا مولاي الأمير، وأنا أستطيع التقاط الأصوات وتمييزها مهما خفتت، فأقدام الجياد مهما ربطت بالقماش يكن لها فوق الأرض وقع، وأفواه الجياد مهما كممت يكن لتنفسها صوت خاص ورائحة مميزة، والأسلحة مهما أخفيت بين طيات الملابس يكن لاحتكاكها بالقماش رنين خاص، وقد عرفت غرضهم من خلال تخافتهم. هتف الأمير بذهول: هذا عجيب، عجيب جدا، لم أسمع عن إنسان له مثل هذه المقدرة العظيمة. كيف استطاع هؤلاء الأعداء التخفي عن عيون جنودي وفرسان الحدود ونقاط التفتيش؟ وأمكن لفتاة لا تبصر أن تراهم وتشعر بهم؟ صاحت الأميرة ذات عقد اللؤلؤ الأسود مغتاظة: إنها فتاة كاذبة أيها الأمير، فكيف تصدقها؟ إنها تريد أن تشغلنا بقصة مختلقة حتى تفسد حفلنا، فهي ليست سوى فتاة عمياء بائسة لا يمكنها أن تحس وتشعر بما لم يره ويشعر به المبصرون. وصدق بقية الحاضرين والحاضرات على كلامها بقولهم: نعم نعم، ضعها في السجن أيها الأمير، إنها تبدو كاذبة، كيف يمكن لعمياء أن يكون لها مثل هذه المقدرة التي لا يملكها المبصرون؟ تردد الأمير للحظة ونظر إلى نور العيون متشككا، فرأى في عينيها الجميلتين الصفاء والنقاء، فردد في نفسه: هاتان عينان لا يمكن لصاحبتهما الكذب أبدا، فالعين مرآة لنفس صاحبها، ينعكس فيها الخير كما يبين فيها الشر. وهتف في قائد فرسانه وقال: أيها القائد، لنقطع الشك باليقين ولنلقي نظرة فاحصة إلى أسفل التل، فمهما بالغ هؤلاء الأعداء في حضرهم وتخفيهم فلا بد أن النظرة المتفحصة ستكشفهم وتبين مقصدهم. حنى القائد رأسه وأسرع لتنفيذ ما أمره به الأمير، ثم عاد مهرولا وقد ارتسم الفزع على وجهه وهو يقول: إن الأمر كما قالت تلك الفتاة أيها الأمير، فهناك جيش جرار من الأعداء متشح بالسواد ويحيط بالتل من الأمام، ويستحيل مغادرة القصر أو هبوط التل دون ملاقاته، ولسنا سوى عدد قليل من الجنود والفرسان لا يزيد على 50، وبالقطع لن نصمد أمام كثرة الأعداء وسلاحهم إذا ما هجمونا بعد انتهاء الحفل. إن الأمر سيء يا مولاي، ولن يمكننا إبلاغ الجيش حتى يهب إلى نجدتنا لأنه بعيد عن القصر، وأخشى أن يباغتنا الأعداء وينقض علينا قبل وصول الإمدادات إلينا. ولما سمع المدعوون والمدعوات حديث قائد الحرس صرخوا فزعين، وساد المكان اضطراب عظيم وهرج ومرج. وقف الأمير صامتا يفكر في الخطر المحدق به وضيوفه، وأدرك أن موقفه صعب للغاية، فمهما كانت شجاعته وجرأة جنوده فإن فرسانه قليلو العدد والعدة ولن يستطيعوا مواجهة جيش جرار من الأعداء قوامه 1000 رجل أو التغلب عليهم. وتعالى صراخ وعويل الأميرات الحسناوات، فصاح الأمير يأمرهن بالصمت، ثم التفت إلى نور العيون وكانت منتصبة في شجاعة لم يتطرق الخوف إلى قلبها، وقال لها: أيتها الفتاة الحكيمة الذكية، قد تكون نجاتنا على يديك، فأخبريني كيف استطعت دخول القصر
والخروج منه دون أن يلحظك الأعداء أو يشعروا بك، رغم محاصرتهم لمكان الصعود والهبوط في التل من الأمام. أجابته نور العيون: لقد تسللت إلى القصر من خلف التل خلال سرداب سري يوصل إلى نفق في منتصف التل، وهو مكان لم يحاصره الأعداء لظنهم استحالة أن يرتقيه إنسان نظرا لصعوبته وعورته وصخوره الحادة الملساء، فمن زلت قدماه من فوقه هوى لأسفل وارتطم بالصخور ولقي مصرعه في الحال. دهش الأمير وسأل نور العيون: إذا كان الأمر بمثل هذه الخطورة فكيف أمكنك صعود ذلك الجزء من التل وارتقاؤه وأنت لا ترين حتى موطئ قدميك؟ أجابته: من كان مثلي أيها الأمير وجب عليه الاعتماد على حواسه الأخرى، فالبصر ليس الحاسة الوحيدة التي منحها الله للإنسان ليعتمد عليها في تدبير شؤونه وحياته، فثمة حواس أخرى يمكن للإنسان أن يعوض بها الحاسة المفقودة لديه، ومن ثم لا يشعر بأي نقص. شرد الأمير بفكره هنيها ثم التفت إلى الحاضرين قائلا: سأغادر القصر من خلال النفق والسرداب ثم أهبط التل من الخلف مهما كان طريق الهبوط خطرا أو وعرا، وسأتجه رأسا إلى مقر جيشي وأستدعيه على وجه السرعة لنزال الأعداء قبل أن يفكروا في صعود التل. وعليكم جميعا التحلي بالصبر والهدوء لحين وصول النجدة. والتفت إلى نور العيون قائلا: والآن دعينا نغادر المكان بطريقتك الخاصة أيتها الفتاة الشجاعة، هيا فلا وقت لدينا. أسرعت نور العيون نحو مدخل السرداب والأمير خلفها ومن ورائهما الكلب، وعبر الثلاثة السرداب والنفق زاحفين حتى وصلوا إلى فتحة النفق، وانكشف لعين الأمير جنود الأعداء على ظهور جيادهم أسفل التل وهم متشحون بالسواد انتظارا للحظة الهجوم بعد انتهاء الحفل. وحث الأمير نور العيون قائلا: لنسرع بالهبوط لاستدعاء الجيش فليس لدينا متسع من الوقت. قالت: اتبعني يا مولاي الأمير وكن حذرا في هبوطك. وأخذت نور العيون تهبط التل في حذر وثقة رغم مشقة الهبوط وحدة الصخور، والأمير يتبعها متعجبا وهو يراها تهبط أمهر من أي مبصر، وردد في نفسه: يا لها من فتاة شجاعة حكيمة. وفجأة صاحت نور العيون في الأمير: حاذر أيها الأمير وانظر أين تضع قدميك. نظر الأمير إلى موطئ قدميه فرأى هوة سحيقة، وعرف أنه لولا تحذير نور العيون لسقط في الهوة دون أن يلحظها، ونظر دهشا إلى نور العيون ولسان حاله يقول: كيف أدركت أنه يكاد يسقط في الهوة دون أن تراه؟ فأجابته قبل أن ينطق بسؤاله قائلة: عندما سمعت صوت خطواتك تسرع خلفي أدركت أنك فقدت حذرك، وأنا أعرف أن في هذا المكان هوة عميقة يسقط فيها من لا ينتبه إليها، لذا فقد حذرتك في الوقت المناسب، وفطنت إلى أنك ستدهش من تحذيري إياك فأجبتك قبل أن تنطق بسؤالك. ازداد الإعجاب في عيني الأمير وقال لنور العيون: إنك فتاة ذكية شديدة الإدراك، وإن كان الله حرمك من نعمة البصر فقد أنار قلبك بالمعرفة والذكاء والحكمة عوضا عن عينيك. سعدت نور العيون بمديح الأمير لها وأسرعت هابطة والأمير خلفها حتى بلغا أسفل التل ومعهما الكلب،
دون أن يشعر بهم الأعداء لانتشار الظلام بالمكان. وهمس الأمير لنور العيون قائلا: سأستولي على أحد خيول الأعداء دون أن يشعر بي أحد، ثم أنطلق به إلى جيشي فأستدعيه في الحال لحصار الأعداء وأسرهم. ولكن تناهى إلى سمع الأمير في اللحظة نفسها صوت زعيم الأعداء وهو يقول لجنوده: لقد حان الوقت لهجومنا، إذ يبدو أن حفل الأمير قد انتهى، فقد خفت حدة الضجة في القصر، فدعونا نسرع بارتقاء التل والهجوم على الأمير ومن معه فنبيدهم جميعا، وبذلك يسهل علينا احتلال البلاد. شحب وجه الأمير وقال: يبدو أننا تأخرنا، سيهاجم الأعداء القصر ويقتلون من فيه، ولكنني لن أسمح بذلك أبدا، سأقاتلهم بمفردي. واستل سيفه وكاد يندفع لملقاتهم لولا أن أمسكت نور العيون بذراعه وهي تقول ناصحة: أيها الأمير، إنك بذلك تلقي بنفسك إلى التهلكة، فمهما كانت شجاعتك وقوتك فسوف يتغلب عليك الأعداء، فالكثرة تغلب الشجاعة، والإنسان الحكيم لا يلجأ للقوة إن كان فيها هلاكه، بل يستعين بالحيلة لو كان فيها خلاصه ونجاته. إن لدي حيلة لعلها تكون سديدة وقد يكون فيها نجاتنا جميعا وإبادة الأعداء. سألها الأمير باهتمام: وما هي تلك الحيلة؟ أجابته نور العيون: بالقرب من هذا المكان توجد أرض الرمال المتحركة، وهي أرض رهيبة تبتلع أي كائن يسقط فيها فلا يخرج منها حيا، فإذا أمكننا خديعة الأعداء ودفعهم إلى ذلك المكان سقطوا في الرمال المتحركة وابتلعتهم وماتوا جميعا في الحال، فتنجو البلاد من شرهم إلى الأبد. هتف الأمير بإعجاب: يا لها من فكرة رائعة، ولكن كيف سندفع هؤلاء الأعداء للذهاب إلى ذلك المكان؟ قالت نور العيون: لنحصل أولا على جواد، وسأخبرك بالباقي في الطريق. تسلل الأمير إلى جياد الأعداء وانتقى جوادا قويا فامتطاه، وأردف نور العيون خلفه، ثم استدار نحو الأعداء وصاح بصوت جهوري في شجاعة: إنني الأمير الذي جئتم سعيا لقتله، فليسرع خلفي من يريد القبض علي وأسري. التفت الأعداء ذاهلين عندما رأوا الأمير فوق صهوة الجواد، وأسرعوا بامتضاء جيادهم ومطاردة الأمير. انطلق الأمير بجواده انطلاقة السهم، ونور العيون خلفه، والكلب ينبح ويعدو في أثرهما. وأشارت نور العيون ناحية الشرق بعد أن تعرفت عليه من اتجاه هبوب الريح في ذلك الوقت من العام، وقالت للأمير: قد الجواد في هذا الاتجاه. زاد الأمير من سرعة الجواد في الاتجاه الذي أشارت إليه نور العيون، وخيول الأعداء تطارده. وقبل أن يصل جواد الأمير إلى أرض الرمال المتحركة، كانت نور العيون قد استطاعت أن تقدر الوقت اللازم لذلك، ثم صاحت في الأمير: لنقفز الآن من فوق الجواد، فقد صرنا على مشارف أرض الرمال المتحركة. احتوى الأمير نور العيون بذراعيه ليحميها من الارتطام، ثم قفز بها من فوق الجواد، فسقط الاثنان فوق الأرض وتدحرجا مبتعدين، واختفيا عن الأنظار خلف صخرة كبيرة دون أن يصابا بسوء سوى بعض الخدوش. وظل جوادهما مندفعا في اتجاه أرض الرمال المتحركة، وخيول الأعداء تركض خلفه دون أن يكتشف شيئا مما حدث للأمير ورفيقته بسبب الظلام.
واندفع جواد الأمير وخيول الأعداء تطارده نحو أرض الرمال المتحركة دون أن ينتبهوا إلى حقيقتها، فغاصوا فيها جميعا ولم يتمكنوا من الخروج منها وماتوا في الحال. ابتهج الأمير بما حدث وقال لنور العيون: إني لا أستطيع أن أوفيك حقك أيتها الفتاة الشجاعة الذكية من الشكر والعرفان، لقد كنت خيرا من 1000 فتاة مبصرة بحكمتك وقوة إدراكك، وأفضل من 1000 فارس بشجاعتك وحسن التصرف، ولن أجد في هذا العالم كله فتاة خيرا منك لتكون مستشاري الخاص الذي أعتمد عليه وأثق بحكمته وذكائه، وأستشيره في كل أمور البلاد التي تتطلب حكمة وعقلا راجحا وبصيرة نافذة، وفوق هذا كله لن أجد فتاة أفضل منك لتكون زوجة لي. سعدت نور العيون بكلمات الأمير لها، وترقرق الدمع في عينيها لفرط فرحتها، ولم تصدق أن الأمير قد اختارها زوجة له رغم فقرها وكفاف بصرها. وعاد الأمير إلى قصره فأخبر الجميع باختياره نور العيون لتكون أميرة البلاد ومستشاره الخاص لما تتمتع به من ذكاء وحكمة وبصيرة لا يتمتع بها المبصرون. وتزوج الأمير بنور العيون وعاشا في سعادة وهناء، وعاش معهما والداها وكذلك كلبها الأمين. انتهت الحكاية.